ايه كنت دائما اروح مع ابوي، اجي مع ابوي. كنت احب الحلال مع جدتي، انا حبيت الحلال من جدتي، الله يجعل ربي يغفر لها. جدتي غزيب، كنت ام ابوي، ام امي الله يجعل ربي يطول في عمرها حي. بس اني انا بسبب جدتي غزيب. أرحب من الصور، كانت دائما جدتي الله يغفر لها كانت ما تشوف عمياء، وكنت انا ارقد مع جدتي في الصاله، ولقمنا الفجر قمت اقول جدتي، اقول والله يا ري يا زين حياتنا زينه، اخ يا الحياه ذيك، ان على فقر، هي فقر فقريه حياتنا. جدتي اسمها غزي، يا الله جدتي اسمها غزي، غزي بنت ناصر، اساسها كويتي بحت، اخوانها اخوان جدتي كلهم في الكويت، حتى ماتوا واندفنوا في الكويت، بس باقي عيال جداني هناك في الكويت. شو اسمها؟ اقوم جدتي الله يغفر ذنبها، تدرون منين تغسل؟ تغسل وجهها وغسل وجهنا، والله ما انساها، من الحوض حق الغنم، والله اني صادق، اقودها 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 اشبكت وظاهر، تغسل تغسل وجهها، الله يغفر ذنبها ويرحمها. اي والله ما انسى الماقه ذا. وكنت يعني لا 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 شو اسمه، كنا دايم سوا، حبيت انا من جدتي، كان حياه ابوي الله يغفر له لا جانا ضيفان ولا بيذبح ذبيحه، يقولوا خذوا بهاج وودوها بعيد من المراح عشان اخذ شو اسمه، اخذ من الحلال ما يبكي بهاج، لان من اول كنت لا شفت ابوي يبكي، والله ما يذبحونها لا يذبحونها، قال ودوا الجني بعيد. كنت دائما انا مع العود، اي والله كنت دائما مع العود وكذا، كان ابوي، فانا اكثر شيء يعني انا اللي مره كنا شادين بلبل، جانا ربيع صوب وادي الدواسر والهضب، وجلسنا 3 شهور في وادي الدواسر، كنت انا فلاح سوق الله يغفر له، انا فلاح وسالم، كان يقول ميدي انت كم كان عمره تقريبا يوم توفى 39 40، كان يقول ميدي انت كان بيجي لك شان قوي في القبيله. اي والله وضحك وضحك، انا يا رجال وش شانه يا رجال، قال لا انت بيجي لك شان قوي في القبيله. توفى حاله غفر الله له، مات هو واخوه اثنين، مات في السياره، لكن الله يغفر ذنبه ومات المسلمين. مديح مديح رجال مديح، عز الله مديح عليه حرام، يوم توفى يوم توفى انهجانا اكثر من 150 يامي، علي الحرام علي الحرام، يا ريت تقولون ما يقدر تقول زواج حرام، ما جلس واحد في قبائل يام الا حط لا يام ولا همدان. اي والله ذكره طيب طيب، مديح رجال مديح ورجال ما ذكرناه ذا الحين الا نبي كنت تذكرونها بدعوه، هو شايبي وموتاكم والدنيا ما تستوي الا لخالقها، والله ما تستوي. بس انا اللي محزني ان فيه ناس ما وفوا معه،
هو فمحهم وفمحهم، ويوم مات انكر جميل. هذا اللي ما هو معه، هذا اللي يحسن. هذا الصص اللي قطع تبدي نام، في ناس ما وفت معه، هو وفى، هو صنع كنا نبو ذا العين. ما هو أتمنني إني أخوه ولد أمه، أتمنى إني من إخوانه عشان أعرف أنا كيف، عشان أعرف أنا كيف أدوج روحهم. يلا أشد كيف أشدني بارد، لو إني أخوه، لو إني أخوه أشهد بالله من حرام إن أخليه يضيق من ذوبه اللي عبره. لا لا خليه يضيق عليه، ما خليه يتعس. أقول له إني أخو حياة المرحوم جعل الجنة عليه الحرام عليه هدي، والله عليه ولد صغير ولده ما شافه الله يرحمه، ولده يمكن يوم مات أمه حاملة. الكوت، الكوت فعل، الكوت فعل. أخش تويتر. مبارك للنجم، مبارك الخير توذيع أمس تيك توك وجاكم. بعد ما سوف يندر قدركم كود خصم. يا عيال 2600 يا عيال، والله عدد قوي. يمديكم يا عيال فضلا، لأنا ما لي حق إني أطلبكم، بس يمديكم يا عيال تسوني عدد تغريد يصل 2600 في التغريدة في تويتر. يمدي يعني ولا ما يمدي؟ في ساعتك أنت أول يا لبا قلبي، يمدي ولا ما يمدي؟ العلوم يجي 2000 تغريدة، 2700. قل مثلا 100 ما عندهم تويتر، وندخل مبارك 1000 متابع، يمدي ولا ما يمدي؟ اي تغريده اخش على حسابي تلقاها تغريده فندر، حيكم يا ارحبوا مليون، قلت لي 300 ارحبوا. اشهد انكم جيش. أربعمية أرحب بوليد المنتي 2000 عدد تغريد. الله واحد، لو تجي الله واحد. مبارك دخل ذا الغلا ايقو صد اي والله ذا العين 500 ابشر كفو يا لبى قلبك عم الجيش صد ارعبوا ارعبوا يا لبى قلوبك اي والله ذا العين ريان لبى قلبك عوي الايام يضرى وجهك رنا را نوفا روان عمار حيكم على الحرم بيكم حيلة الآن أم المدامة صدق ستمية وثمانية وش تغريدة في تويتر يا تغريدة في تويتر مسوي انا على التغريد اللي هو حساب تندر والعطور سوي على التغريد اذا تقدر واذا ما تروس جعل الدنيا بدرجه
إذا ما عليك إحراج سو عد تغييد، عليك إحراج لا تسوي. 650,000 بقلوبكم مزوم بيض الله وجهك. استاهل وجاب حيك مزوم لولا الزمن بيض الله وجهك. رم الشوق نجد مهيش جيري اس اي نور رونا سيتا سوزي ميرة السيتش ميف إيليا يقين شهانة شيوخ تواك حنين كيان الريف سيلة ملهمة رنيم أنسة جزرة مجد نجم بسيطة زويدي على وجه والله أنت بسيطة روان شجون ريم عبد الله شوش مشاعل أشجان غربال شهد طيف ضيف الله دانة غيمة ريف حيكم 736 أعيشك حيو هذا العين في ذمتي ما فيكم حينة ورطها صعبة يا رب تمميه احنا كم كنا 2700 ناقص 800 اوف 1900 يعني ما نسوي دقيقة 2700 تقسيم 2 لو جبنا النص تصير 1350 مستحيل عدد زي كذا ما فيه لا تهتم لولو تم بكود ابو جابر الساعة من وجهك تمامية خمسة ثلاثين ديهم الله واحد هذا التويتر يهبى نحن هنا يا الربع تويتر ذا ملعون جدف ثمانمية وعشرين 120 جيب 1000 120 يجيب 1000 لأن الحين 800 1000 وش 1000 بيعته دار الواضي جير يرح ايش السالفة التايم كله عندي فندر هذا النجاح انا اخوك يستاهل ضيف من فوق طولك اي والله يستاهل سجلوني اول طبيب الخيري يا سلام عليك يا لولو
الله يستر. استاهم متابعينك من العراق. نعم. ودي احجز تذاكر لمتابعيني اللي برا السعوديه. لا مو اللي برا الخليج. امس ليه؟ ليه؟ مجاز يعني ودي اكرمه. فيهم عندهم مصر والعراق والاردن. تذاكر ليش؟ تذاكر طياره اجيبها مني وانت تدير بيش الارض بعيد. ليه؟ ما فهمت. اعزمهم يا سيد، اعزمهم عندنا في الديره. عشان يقول هذا السعودي وضع شيهان، وضعنا حاليا ننتظر له. ليبيا حبكم بالزاه. باقي 80 نصر. الحين شكله والله قوة. اشهد ان الف باقي قوية يا ولد. انا شفت البث في 2700 قلت يا ولد مزري كتيب بناصر. ذا ام دي يا مان. قوي الف. باقي صام والله صام. احس مسألة. خلني اكتب سندر كريم ومبارك يستاهل. بوسة خنزل. بوسة خنزل. باقي 60. من دريه كريم الغربي جزاك الله خير. ما تقصر. جزاك الله خير أبي. أبي رمض بالإماراتي. جزاك الله خير. جزاك جزاك إن شاء الله. اني اماراتي. انت الكريم جار رب يرزق وياك يا انت الكريم. الكريم الله سبحانه. الكريم الله سبحانه. اخر شيء مبارك. مشكلة مبارك ما يقدر يشتري لان ما في توصيل قطر. لا تهتم والله العظيم اني لا الزمك. لا اقطع وجهك.
اخي تحس ان اهل الامارات لا ده الحين الاسماء القديمه عندهم ميره غاويه. انت ما تقصر المهريه عمان قريبه من الامارات. باقي 30 والجرف طبعا عطر مومنت. لحظة، افتتاحية العطر البر وموت والزهور، قلب العطر زنبق الوادي والياسمين، قاعدة العطر الباتشولي والمسك، ستوري مقدمة العطر المغمر، قلب العطر التونكا والتبغ والياسمين، قاعدة العطر البخور والصنوبر، مقدمة العطر البرتكان اللي هو ريفيال، مسك الروم والياسمين، خشب الصندل والمسك، تيال الزعفران والباتشولي، العبر زهرة السوسن والورد البلغاري، أخشاب الأرز والجلد، وتعالوا حبوني وأنا أبوكم. كاني ينماني وانا سيطة مغردة جو رسمية الجمعة الجاية بين بهاج وحمد وعرف صدام من دلحي. كف ما ادري علي انا اطلب بالكود مبارك بوزي يلا في بطن ادعمني كان في بطني يويس والله على الكابل سوا خصم توثيق احمد والبسود يبدا والمبارك لان توثق احسنت يا اميره جزاك الله خير. يا رب هاج ما يحكم على احمد الله لا يرحمني ان رحمتك بدلكم انت ان سامحته انا اللي معني بان اللي غير يعمل يلعب الوجه إن سامحته في الجولة أنا اللي ماني بباث شهر لأن ماني بكفو جولات صدق ماني بكفو جولات إذا خليت يروح كلام غربي من دل عبد الله بعراقي يقول من دال شلون تنكسى يا حبيب يوم ترجل
غيرها، هنستخدمها امتى؟ اسلحتنا وجيشنا وجيوشنا، وصوتنا يوصل لمين بره؟ احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وقمة عدم الرجولة، وقمة لما نقول احنا عايزين نكتب بالانجليش عشان بره يعرفوا ان احنا بنتضرب. وانت فين؟ انت فين بلدك وفين جيشك؟ برطة صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. اجلش ايه؟ مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ نقول كلام عاقل. اضغطي بيوت وتترمي ومشتري غيرها. طلعوا ما عندك الا الضريط والهزازه مع النسوي، نعن الله ابو ذا الوجه. ضريط والله ما عندك الا الضريط. اوه انا بل وجهي استغنيتي. خيال البصج وجيشنا وجيوشنا وصوتنا يوصل. انت حدك تمثيل، حدك تمثيل، تطلع تمثل وتهايط على الناس تلبس فنيله هلاقي. هذا من هذا برطان، هذا برطان والله. هذا العينه زي ذا، هذا اللي لا جمعه فلوس يتغطرس ذا. اوه احسبه في فيلم. ايش الشيء؟ وجهه ضيط. ها قول لحكم برطان. ها ها قمه الجبن وقمه عدم الرجوله. لما نقول احنا عايزين نكتب بالانجلش عشان بره يعرفوا ان طيب يا ضبطه. وانت فين انت؟ ضريط. فين بلدك وفين جيش؟ اسمه في مسلسل في رمضان. صوتك يوصل لحكومتك. ايوه قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. لا 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 ما يحتاج. ليه ما تروح؟ اجلس ايه؟ انت ليه ما تروح؟ مين هيدافع عن عربي زي زيك؟ ولا جيد بس في ترد اسمع المسويين. انت جيد هنا، هنا تروح ولا تسدحت وبطحت؟ روح. ليه ما تروح ذي الحين؟ ما يحتاج جيش. انت ما شاء الله، انت احنا دائما نشوفك، انت نشوفك كل رمضان تسطر لك 110. ليه ما تروح انت؟ انت لحالك، انت تسد. ليه ما تروح؟ ولا جيد على فتحة الصدر و... رح هذا اللي ما يروح. رح انت في الناس تقول لك انت قوي، انت ها ضريط. ولك والله على ضريط. ها ما يحتاج، ما يحتاج. أنت كل شهر 9 تطلع عنا تصارع 100. رح أنت. الله يسامحك يا وحيد، الله يسامحك يا طلع لي في المنشن. الله يسامح وحيد. شوف الله يسامحك يا وحيد. لذلك لازم اني اسكر السناب هذه وما ارسلها. اذا ارسلت هذه السناب انا مختلق فيه. شكرا. لذلك لازم اني اسكر السناب هذه. لا انت مالك شرها، قري الرابعة انت. اخوي يسمع وبحط تغريده لاي احد عنده كود خصم يثبتها لحسابي شهر. اي احد يبي يشتري يلقى الكود قدامه الله يرزق الجميع. والله كفو يا ابو محمد، الكل معه كود، كل معه كود. اللمي ما بقول لهم يا جماعه معه كود. ها هم النشيمه.
لا انا اوعدكم ما عاد اخليكم شهر شهر تمشون في الاكواد تستانسون. ها يا بيك التويتر على الطاقة، أو كنت تغريدة كم صوت باقي 15. التغريدة الواو يلا بيك الواو، ايش اللي مشتاق للواو؟ باقي 10، باقي 8، باقي 6، باقي 6، باقي 5. الله يلعن ام القوة، اشهد الله انكم اقوياء يا عيال. لا تقول اسمع عشان ما تلقوا شنو؟ قررت تنازل عن كود الخصم يقولوا له بيصير موظفين في تندر. تم، ابشري بالسعد من هذا العلم. املي في بهاج انه يعطيني كود خصم مثلي، مثل املي اني بصير تاجر. لا لا ابشري بالسعد. لا لا ابشري بالسعد. تم ملاذ العلي. احنا طبعا عندنا شروط لانك تاخذين كود هذا حقك. الله يرزقنا ويرزق منا، احنا ناس نحب الخير للجميع. ابد ملاذ العلي، ابد اعتمدي، ابشري وانا اخوص بالكود. ولكن عندنا كيبل، كيبل اللي هو حق الضغط العالي، اطلع يعني اذا مثلا ما تعرفين اطلع يا لام من بيتك وانا اخوك تلقين، شوفي وانا اخوك سلاك كهرب. اي اطلعي ارفعي راسك ان شاء الله، يعني ترفعي راسك تكسر رقبتك ويفتك من قبل الكود وكذا، تلقين كيبل وانا اخوك. هذا الكيبل عندنا جزء منه، يمكن عشان اوضح لك اكثر، من هنا، من هنا من يدي هذه طال عمرك لنهايه يدي هذه. هذا طبعا حجمه، نلوفك به، نمسطك به، نمسطك 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 لين نوسمك يوسم على ظهرك الكود. الله يعافيك. يعني مثلا ايش تبين انت؟ ام 10، ام 20 اللي ودك فيه، لين يظهر الوسم في ظهرك موسم ام 20 باذن الله. وبعدها يعني كذا تخشين معنا وانا اخوك، والله يرزقنا ويرزق منا باذن الله. يعني الفلوس اللي تكسبينها من الكود تتعالجين فيها، وجهك عين حقيقيه كذا، انت من النوع اللي وجهه يتنفخ كذا، يوسم وجهه كذا كود، يعني معك كود بس ما معك الا عين واحده، انت معك كود. سهله جدا شروطنا، ابد ولا حقك، هذا حقك رزقك، الله يرزقنا ويرزق منا، والله العظيم ان نتمنى الخير للجميع. صعبه سيد والله، سوزي ما نقدر، خلها حق الناس. الحين كود يخصم 100 ريال، لا يخصم 100 عصا. ايه 100 عصا وافكك انا بعد، ولا يهمك حسون. تم يعني الله يرزقكم وياكم، الله يجعلني الله يجعلني عند حسن طب. انا طيب واحب الناس الطيب. اللهم صل على محمد، لا حول ولا قوه الا بالله سبحانك ربنا. خلينا ندخل نسمع نشيده من الاستاذ. بهاج قطعت احساسي، قطعت احساسي يرحم والديك. الحب عليه حرام، مرحبا. صك صك ذا صك ذا وخليك واقف. ايه ابن معنا، عرفت النشيده دي سعود؟ ابي ابكي. تبغي تبكي؟ اي والله العل مجالسي ودي ابكي. دقيقه انت، دقيقه تبكي ليش؟ فيك شيء؟ امس كنا سامرين انا وعيال عمي، والله يا سعود اني اقسم بالله قالوا نسولف وكذا على عدامه، قالوا حلها يا سعود الجوزه. قلت ليه؟
ودنا نبكي اقسم بالله، قلت يعني ودنا نبكي الحين يعني. هم راحوا سووا لا تحدني وانا مشغول والله يا سعود اقسم بالله. امس صار فيه مناوشات ورب والله على ما اقول شهيد، ذكروا اسماء ناس وكذا، وسالت انا سؤال واتمنى افضل منشد. انا بصرح عن اسمين والباقيين ما اقدر اصرح عنهم لين ما بيني بينهم ميانه. سعود مسعود اثنين من العيال، مش كانهم يعني عيال عمي واخواني عادي سبايك، بس انهم اختلفوا كذا. واحد نشب يقول سعود والثاني يقول مسعود، كله راي، بس ان اشتدوا في الكلام ان لا سعود افضل، لا مسعود افضل. انا اشتدوا في الكلام قال انا اشغل لك نشيده، انا اشغل لك نشيده، كل اللي قام يشغل له شيله. فانا قلت عيال وقفوا، المنشدين كلهم هنا، وانا اقولها وانا صادق، لكن انا عندي اسمين، انا عندي اسمين انزله مسرح وانزل استوديو، كل اللي يقول الزود عندي. مو مثل بعض الناس لو واجهته في المسرح ضرب طلع خنز خنز، بس انا عندي اسمين اراهن عليه في، والله اني اقول هون صار اراهن عليه في مسرح وفي استوديو، وفي المسرح افضل من الاستوديو. يعني لو اجيبه في امسيه افضل من الاستوديو مراح، وهذا الصدق يعني، وهذا هبه من الله سبحانه، وانت والله تستاهل. ومسعود بهاج سالني يقول من افضل مناسب، يقول من افضل انت ولا مسعود؟ والله اني اعرف الاجابه، والله اني حلف بالله قول لي زين ما نقول، والله اني اعرف وش بقول، بتقول مسعود. ليش؟ لاني شفتها فيك يوم النفل البرنامج يوم لا قالوا صح انت غني ومسعود هنا. دقيقه لا دقيقه، قول ليش؟ ليش؟ لان مسعود عنده بعض المرات مقومات انا يا سعود ادري ما هي عندي، بس العالم ما تدري، فهمت؟ هذا اللي نجحكم كلكم، كلهم صاف طل الثاني وانتم والله لا شوف العالم في بعض المرات مقومات عند مسعود انا ما اقدرها. يا اخوي سلحك، انت لا جه اتكلمك في امسيه، انت يا سعود الجوزه تسوقهم انا شايف بعيوني. اذا احد ارسل لك قال نبيك في امسيه قال ترى مسعود يقول معي، ومسعود اذا احد ارسل له قال ترى سعود الجوزه معي. هذه اللي انا شايفها، مره جاء امسيه في قطر، صدق عادي بقولها وحنا في الحسن، جاء امسيه في قطر قال كتب مسعود بن شعفول ترى معي ومدري ويش، اذا تواصل معي اذا تبون رقمه يا طيبه. مش لازم ذكر الحياه والطيبين يبين، انا تعبت مع الجود يا محمد طول عمرك ما عليك اي والله بكب فعلا طيب. الا انت وانا تمعنا غريب الدار ملهيتا عشونا ولا بارق بالشار قعنا أخي لين فاتتني يمزونا ولا عود ريحان تذنى على الجدران الله العنيدك يا شيخ يا اخوي، والله انت عيدها اخذ دقيقه وعدها. والله انا طلب من الجمهور، طلب من الجمهور على يحرمهم مني. امزونا اعرف بهاجي لقى والله انت عيدها ثاني مره ترى دخل الجو خلاص الحمد لله.
كان يقول انه تحت البث وحنا في البرنامج فيه شله، اقسم بايات الله انكم لا تجيبونها اني لا اطلع من البرنامج واني لا ابكي. انا ما بعد احد بكاني، لكن والله انكم جبتوها وانا بغيت ابكي. وانا اقلب انا ومسعود. والله اوركتك انها معي لا ذا الحين، والله اني حاطها في شنطتي تحت سرير امي الورقه اللي تكاتبنا عليها، ومستعد اصورها. والله قال والله انكم لا تجيبونها اني لا اطلع من البرنامج واني، وانا ما بعد بكيت لكن والله لك انا اشهد كنت انا اظهر من البرنامج. ويجيني ليل من الليالي يسحبني، يسحب مسعود وناتي عند سلطان الهميلي. والله لو ان حنا يعني لو انها مرتبه ها يا الجلسه هذه ما حد يعيدها الى الان، الى الان وهي تم تداولها الى الان. فيه اسمين، في سكريبت انت والهميلي، عجزتوا لا يومك ذا تخطرون سكريبت سعود الجوزة وسلطان الهميلي. وصلوا للارهاق النفسي والتعب النفسي بسبب سكريبت. فهاج اقول لك حاجه، اقسم بايات الله وعلي الطلاق اني ما زلت الى الان وانا في القريه داري يا سعود، اقسم بايات الله وجعل انك كذبت ان الله لا يوفقني، ما زلت في القريه وان اللمحات كلها بين عيوني دلوقتي. ولد لا اله الا الله، حاولت. العالم دائما يقولون تخطى بتروح بتنتهي، يا ولد انا ادخل على التيك توك انجن، ادخل في سناب انجن، ادخل في تويتر سكريبت سكريبت سكريبت، اروح في شارع وين بهاج وين احمد وين مسعود وين حماده، اروح القطر اروح الكويت اروح الامارات عمان في كل محل يا رب. ما اقدر اعلمكم ليه لان والله العظيم لو انحكي منا الى بكره ونشد الرجال ذا، هذا هو لا تنشدوني انا في ذمتي ذمه. حن كان عندنا رجال يعني يمكن بعضكم ما يدري ولا أحد يدري، حمادة، والرجال لا يشهد، أقسم بآيات الله أنه إذا شاف الواحد بيختل ولا يمينه ولا يساره، هنا قالوا على يد واحدة، على قلب واحد. يعني في موضوع ما حد درى به، دخلوا العيال كلهم وسألوا عنه، هذا بهاج، احنا في جروب خاص تدري، في واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا أربعة. أربعة أربعة. الناس ذكية ترى بيفهم. بس خلاص. يعني كل واحد درى وما حد يعني خلاص يا الربع. كان حماده يقول الله يذكره بالخير، لا شوف الواحد اختل ولا يمين ويسار، تعال 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 ايش فيك بينكم ايش بيب بهاج ايش فيك انت سعود اليوم انتم مضبوطين، لا تعالوا هذا بهاج ايش دوه يا الربع. اللي انا قالوا انتم معه، انتم ما تفرقتوا، انتم ما رحتوا، انتم ما زلتوا معه، انتم ما نقدر، لان الرجال ذاك وهذا الرجال ليش كان يمسكنا مع الثاني يخليه حتى لو بعدنا بعدها من الثاني. كنت مرة ساجها وضايق من هدومي، كنت أمشي ونده لي الجوزة بهاج أنا ماني فيه علي الحرام إني جسد بلا روح، ضايق من حالي، التفت فيه كذا ومشيت، كان هو واقف عند العرش، دخلت أنا ورحت طلعت فوق وادخل في سريري وارضخ يدي على راسي وانسدح كذا وعين في السماء، يمكن جلست نص ساعه كذا وانا عين في نفسي، ضايق صدق بموت من الضيق. شو له الجوزة جاي قال يا بهاج تكفى يا بهاج، انا يمكنني اطلع الجوال، اقسم بالله ما معي جوال وقتها، اقسم بالله. جاني قال تكفى يا بهاج، هو المفروض انه هو اللي يضيق، تكفى يا بهاج انا لو اني زليت عليك وانا ما ادري. قلت سعود السالفه ايش لي؟ قال تكفى يا ابو محمد جود العلم شنو؟ جود انا ديك قبيل تعاين فيني يا بهاج، نظراتك يا ولد انا ذليت لو بيني وبينك شيء ولا 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 مثلا كانوا اغلب الشباب ذال من الجوال، ذال من الجوال، ذال لو ان احد قرا كومنت ولا شيء. قال ميدي يا ود انا لو اني اخطيت عليك تكفى يا بهاج. قلت يا سعود والله ما في شيء،
والله ما في شيء، اقسم بالله الا انت سامحني ان كاني انا المخطي، والله العظيم ماني بصوب، كان داري انك وقت هذا، بس انا قلت لو انك ضايق مني قلت يا ابو جابر، والله ماني ضايق منك، لا يستر عليك. طالع فيني الرجال كذا شوي، والله ريجي وراح يمكن ولا في خاطرك شيء علمني، قلت له ما في خاطر شيء، الله يستر عليك. جلست يمكن نص ساعة الا مرسل لي سلطان الهميلي وسعد الشيبي يقول رجيتك روح اسحب وكلام بهاج لو انه ضايق. جلست طالع فيني قاول شوي وين سعود الجوز، قلت له الله يلعن جدك يا ريجي، ما بيني وبينه شيء، علي الحرام ما بيني وبينه شيء، انت ايش فيكم؟ حرام ما بيني وبينه شيء. صح انت ما بيني وبين الرجال، قلت الرجال جاني يقول يا ريجي بهاج بهاج في خاطر شيء عد. تقسم بالله تبي احد على القران ما بين بين شيء، حلقت القران وانزل. يوم نزلت في السيف ننت والله ما انساه يا ريجي، عاصب راسه بدون عقاب وحاط يديه كذا وينتظر عند السيف كذا ينتظر عليه الزول لاني نازل معنا احب خشمي احب راسه. ولد ما في خاطري شيء يا ولد، اذن انت صاحي؟ لا والله ما في خاطري. يوميا بعد البث هذه بس عنها كنا نجتمع في جلسة حسين البيت عرفتوها، ويجلس حمادة الله ويجلس حمادة يا عيال اليوم وش علومكم، أحد في خاطر شيء على رفيقه؟ إي والله كل خل العالم تفهم، خل العالم تدري إن نحن كذا دائما أقوله، بس علمه يا بهاج الحين قد كذا قلتها. يلا نجلس يجينا ذا يقول ما يدرى، يلا يا عيال اللي في خاطر شيء على أخيكم الآخر أخيكم كذا ما نسى يجلس. المهم فطالع أنا طبعا المري عود يامي حلوين حلوين، الوايلي هو يام يلعم، العرجاني عود يامي. عاينت أنا في سعود وعاينت في مسعود والعيال وقمت أغمز لهم وكذا يلا مع السلام، طلعنا كل بونا فوق حمادة تحت لحقني الجوزة قال انت ايش عندك؟ قلت اسمع انا بتخانق انا وياكم وبتقب بيطرح حمادة من فوق صياح وملعنة بشق فنيلتي شق فنيلتك اطمر علي ثامر مدعو طر شق فنيلتي ما قال وقت يوم شق فنيلتي قلت تعال ابو شكلك فاطمر على سعود الجوزة فشق فنيلتي تطامر فش تبدا الكلام تماسكنا وصياح. جاء احمد رحيم ودف سعود الجوز ان ندخله على غرفه الهميلي وسعد الشهري وعبد الشهراني وقمت تصيحا يطلع الهميلي قام طلع الهميلي قلت اليميه متعاونين علي وباطين اخو عاشه اخو قلت علي الحرام ما يجلس منهم رجال يا انا يوم جاء حماده يوم جاء حماده سمعني يوم سعد قال بهاج يعد 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 ندخل علي في السي لأن العيال عندي في يجودني قال يا ولد عود وراك يا ولد يعود قال علمني علي الطلاق إن يرضخ اليوم طلاق بالثلاث اللي مزعلك إن يرضخ قلت يا ولد متعاونين علي إيش اسمه اليامية ضاربيني قال أعقب أعقب ويا القطير أنا أحس بنه ما مسويها كذا يا كلب وين سعود الجوز الرجال في يده الطشاش حق الغتر عرفته طويل ذا ويطلع يوم طلع إلا ذا ثامر وراء سوق ثامر دف الباب يبي يوم شفت الرجال ابن سعد وجهك عادي يا حماده تكفى يا حماده مقلب يوم قلت مقلب يا ريجي أكس. سعود ترى البيبسي لو نوقع في راسي علي الحرام اقسم بالله يا ريجي حذفني بالبيبسي اقسم بالله لو اني ما دنكت منه اني افضخ راسي إلى هنا قالوا ليش 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 تقولون سكريبت أخوة سكريبت ليش حمادة وليش هذا شوف حمادة ما حد يدري إنها من خوالة إلا لما طلعت من البرنامج تدرون أنتم متسابقين حمادة حد يدري ما حد يدري والله ما دريت اللي عارف إنه من ألف هيدا وأنت من ألف هيدا بس كلنا من العاز وكلنا أخوانا يا العم وهم من خوالة يو اصبر يا عيني صبر على غير اختيار التجي دارت لها
زيتنا ولا عيل قلبي من تلين. من غروب الشمس عزي لمن قلبي حزين. الله اسعد اللي قبيل اللي قبيل يا سعود عطى اللي قبيل الا الاوله. انا يا تمعنا غريب الدار مليته شطونا ولا بارق شارق عنا أخي لأهلين فاتتني مزون. أخي فاتتني قوة البيت قوة. أخي فاتتني مزون. عسانا أنا أنزل حنا وهنا وهل مظنون عيني ينزلون. مظنون عيني. الله أخم الكرى وأخطيه أخم الكرى. الله يلعنك سعود يا ولد ما عندك اياها كامله. اطعم اطعمنا هذي ملعونه. الخيل دي تكفى بحال بغني دي تكفى دي عندي الله يلا. وداعي اهتز ضلوع صدر العاشق الولهان وداع فيه من صدق الحزن ما لا ينسيني فمن الله وعيون السهر في داعة الرحمن فمن الله يا أول من سكن من بيني وبيني فمن الله يا آخر جرح دمي وأول الخلان فمن الله يا ملح القصيد وباقي سنيني فمن الله يا ملك بقلبي مرتع ومطان ولك بين الضلوع العوج بيت ولك عناويني عليك ارسل مراسل الغرام بلهفت الاحزان وتوقل ردي اذبح طاري الفرقاوي حيني ونادي يا فلان اقرا الرسايل طالبك يا فلان ويلي بيشف غرامك ويش سوى في شرايني. الله اي بهاج وانا جيبه
كوبونياتي يا صديقي. تلي قلبي تلي دلوين من العدة الجذوب لطاحت بيوم تلات رشاه الثانية ما تموت ويجيت العد خالي وهو كان معازل خلي الحرام ذي منازلهم عليها الذواري بانية خايف ان قلبي من الحزن والفرقا يذوب يوم ما الضوء يرسم الديار الفانية حي من داره عليها كل ما سجيت من ريت داره ثانية قلت الدمعة وضاقت علي كل الدروب فأحسد النفس من عقب ما هي كانية هذه ملعونة الوالدين اللي لو انكرها في البرنامج مرة ومرتين جبتك صاي كله الله لعنك هذه بيحت سدي يا أخو بهاج صراحة صراحة علي الحرام أني كنت أخش انبحاثة الصدر غير ذي ملعونة الوالدين النشيدة ذي الله واه بهاج برسل مقطع الجوال الثاني زين وابغى شغلتك لا تطلع لا اصبر والله انه عادي لا اصبر وقف بس شكلك وانت زعلان بس والله اني حافظه ما بعد رويتك اياه زين لا لا الله يبلاك والله اني اقول برويك اياها بعدين عقب ما ترضى يو لا لا اني طالبك عد عد لي عد لي يوم جيت دارهم لي منازلهم اللي قلبي من وراء الله حي من داره عليها بناذر الهبوط كل ما سجيت مريت دان ذانية لا ايش يقول ايه اسمع اسمع يوم عدت الطويلة مع وقت الغروب قلت هذه قدرة من حياتي دانية ويش بك يا عين ذا الليل ما عندك اسلوب استخفتي بجسم عظام هوانية يوم جي كمل انا هنا جنبك ترى غير اكل اسمع اسمع لو عذلتوني وقمتوا علي من كل صوت تفهمون النفس من حكيكم متغانية تفهمون النفس من حكيكم متغانية ولهم من كلمة الظلم خالين القلوب أخس عليهم يقولون القلوب الحزينة جانية خلاص قتلتني أخيرها أخيرها والله تعيدها أخيرها تكفى يا سعود ينظر آخر مرة بس عنها كامل واحدة ثانية والله ذي أخيرة وليد طلق ما عاد أطلبك إياها لين أموت خلاص لا بغني لك واحدة تحبها أنت أسلم يا رب تكفوني من كان لك الرحيم كل نفس صابها الحزن لا تقصونها كل نفس صابها الحزن لا تقصونها يا عرب تكفوني من كان له قلب الرحيم كل نفس صابها الحزن لا تقصونها كل نفس صابها الحزن لا
تقصونا كان ما بي وانا مخفين شيء عظيم كل الارض اليوم ضاقت علي ركونها كل الارض اليوم ضاقت علي ركونها ذبحني قتلني بهاج يا ربي كثر ما حن كثر ما حن صدري للوين يسو كثر ما درهمت عدها جر صدري ما تسوي في النشيد يا ابن عمي لا لا ما كفي بس ابغيك تدها يعني يوتي كثر ما حن صدري للوين يسو كثر ما درهمت ما دام من جانبي شامل جنابك وانت عني شمت انا عجزت تخطر النشيد هذي تخطرت كلش الذي ما تخطرته كثر ما حن صدري لا وينيس وكثر ما درهمت فجر صدري حنين فجر صدري حنين واتعب الاقدام درهام ايوه عيون الصد وعيون التجاهي حول مهما كرمت تشوف المجتهد كسلان والبناي هدامي مصيبة لا تردت قيمتك في عين من قيمت شوك السهل وانت تشوفه في السماء السامي مدام من جانبي شامل جنابك وانت عني شمت كثر خيرك انا لاني بلا جايع ولا ضامي اشوف انه علي واجب اللي مريتكم سلمت مرور كرام تربط هالكرامة عند الكرامي ختام السالفة يا طيب العشرة تراها عتاب عتاب دي تراها عتاب صديق يعني تخيل معي العتاب دائما قاسي ألا في لغة بن جدلان دائما كل العتابات قاسي ألا عند سعد بن جدلان كسر القاعدة هذي تخيل أنه عاتب يقول في عتاب صديق له عقب ما وصلتك للسما السامي خليتك وين نسيتني وخليتني أنا يعني ذا الحين أنا حقي إني هجاك في النشيدة إلا عند سعد بن جدلان يوم يقول ولهتك يا النديم اللي على صافي وفاك ضربت بصفحة ذكريات العام واللي من ورا العام بعد تقرير مشوار التجارب نجحك واجزمت بأن السيف سيفي والعصا والمحزم حزام عطتني عزلة خلاصي معاك نسيان من الدبت كتبتك وأطوت صحفي عليك وجفت أقلام أباهي لا أبالي وقت بيصط كل ما قدمت أشب النار قدام العرب وشيد خيام كل ما فعلته لك كل اللي فعلته لك ترى بسيط عندي أنا ترى بسيط أباهي لا أبالي وقت بيصط لا تحس بني أني تحسفت ممكن أسمعك زين دقيقة تكفى أنا بس أبغى أسمعك قصيدة يمكنك عارف هذا الحين زين أقسم بآيات الله أصبر 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 قدتك من هجرة الموقف اللي مثلا هذه كثيرة طبعا اللي مسيرة سعد بن جدلان لجيت قدامي معك قلم وكتاب وابدأ الحذرات البيوت النفورة معك القريحة تصطغي ذوق الألباب وتعانق الساحة بذوخ فخورة ونباك يحسب له مع شعري حساب مثل السيف والدرقة مثلا ونباك عندي اسمع 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 ذوق الألباب وتعانق الساحة بذوخ فخورة ونباك يحسب له مع شعري حساب مثل السيف والدرقة أخوان نورة مثلا يعني نقطة. والله نقطة ضعف عندي الناس هنا في محاولة الوقيعة بين سعد بن جدلان وسعود بن مناحي رحمه الله جميعا الله يرحمه سعد بن جدلان على وشك يخلص سعود بن مناحي في قصائده يا رجل أنت لو عندك صديق أذكرني أنا لا وأنا خلاص أنا اضطر سعد بن جدلان يمدح سعود بن مناحي في قصيدة الحال في قصيدة اللي يقول فيها راكب اللي يعجب السايق ركوبه لا وطال أرض الجلد تسمع وحيفة فالبرايم شابكين من عكس فوضى سايقه يضربها الدار الخيالة
كان شطرطون الوكالة في جنوبه جنب ضلحن بالطرائق والسفيهة عن محلات الزلايب جنبوبة والرخوم اللي روى بعضهم ضعيفة نحن وسعوب تبشروبه في المهمات الثقيلة والخفية اسمع شارب نحب المراجل مع شروبه غير عية ما تجد الدنيا كيف الرفيق اللي مساعيه محبوبة فيه دائم شرة أفكاري طريفة في شمال الدار ولا في جنوبه دعما يضيف وهو موجود ضيفة عن بنوك المال تكفيني جيوبه كلي في العاصمة راتب وظيفة كل من دارت بنات الفقر صعوبة خال وصيفة ولا واد في نصيفة يا الله ترى سعد بن جدلان مهم ملك الكلب ما ادري انا اقولها وانا صادق سعد بن جدلان ولهم ملك للسعودية سعد بن جدلان ملك لكل شخص أدبي ويحب الأدب ويحب النشيد يا أخوان رحمة الله على سعد رحمة الله على ذاك الوجه اللي ميت له 8 سنين وكل يوم شهرته تزيد الرجل هذا يمكن بينه وبين الله سريرة حنا ما ندري عنها سلام عليكم سلام عليكم كيف الحال؟ يا هلا هلا ابو فارس صبحكم الله بالخير يا حبايب قلبي يا مرحبا حبيبي واضح الجلسه ملعونه تخيل ملعونه والدي حسيت شنو الام كيف الحال وين وصلتوا ممكن اشارككم شارك اسحب اسم محمد اسلم هاي على ظهر سالفه انت خابر ذي ايه في البطاقه يا عبود على ظهر سالفه روح 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 انت تبيها نشيد ولا تبيها صفق تراني والب ما وصلت للدرجة هذه أبو نشيد وصفق خلنا نشيد الحين بدنا نشوف اللي تبي تبيها سالبة ولا تبيها دبغ أنا ترى سايقها جلد أنا بيك أي شيء أنا ما أبغى أخرب الجلسة كمل السالبة بعدين تعال تبيها صفق مرحبا بك أنت ومشاهدينك وأبو خالد كلكم تعال لا خلي كمل السالفه محمد والله اني ابغى اسمعها طيب المطيري يرسل لي عشيق للروضه ومغرم ومشتاق خلني اقبله الله مرجل اني ارحب مليون السلام عليكم سلام ارحب كيف الحال الله يحييك طيبين ارحب يا نايف انا بقي ارحب تعالوا يا بهاج طيب سعود كيف الحال ارحب يا نايف ارحب الله يجزيكم ويعافيكم طيب وربوعك الله يبشرك زين حالك كيف الحال سافرت يا ابن الحلال صارت لي شارفه هذا كبرك وش صار؟ طلع الفيجا تاريخ بدايه ما دريت عنه كيف؟ ها؟ طلع للفيجا تاريخ بدايه يا اخوي انت بالنهايات عسى الله يبشرك بشيء ما كنت ترجيه انت بالبدايات تعديتها وانت ما تدري انت قدك بالنهايه الحلقه الاخيره انت جيم اوفر خلاص انت هلت نايف الله يصبحك بالخير اتمنى انك بطل الفيلم انا بالنهايه اتمنى انك بطل الفيلم هذا اللي انا اسمع يا نايف تراك جيت في الوقت الخطا الربع مروقين الف الله يعينك الله يعينك لا بس نايف انت متاكد يا نايف ان اللي فيه انا قدني صادم عبد الله الشراني وفرعون انا ذي الحين من كثر الدندنه هو الفسقه اللي براسي يا صادم لي عبد الله الشراني وفرعون خل عاد انت وبداياتك ونهاياتك انا سايق اجلك الله يعافيك والله انا قايل لك والله بش عندك دعم عندك شيء اتحزم بك عطني علوم احتزم للثنادي يا بهاج كفو لا كان تبيع علمه والله ان عندك خصم انه ملعون حروف لكن انت اهايط لو تبيع الفيزا يا ودي اللي تبى اللي تبى تعال واحد من مطير سايق هجلت كفو احتزم والله بش ما تحب هات علي اشهراني هو اسمع ارحب انفجت عليك تجيني انت وابو خالد تكبسون عندي في بثي ابو خالد مو موجود دق عليه ما في شيء اسمه دق عليه ابو خالد يجي مثل ما يبغى يروح مثل ما يبغى غيره طيب عندك غيره العب العب الشباب احد واحد ايوه ابو فاله ايوه ابو فاله العب ايوه ابو فاله عاش مبالا من تقليلة بث يا شهراني ها لا 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 ثلاث احكام قوية أبا أنا بحط أنا رايق أنا مروق أنا في السنة مرة يجعينه ولا ضرطي قومي يجعينه ولا ضرطي أنا بحط منها تقليل بث بهاج يا بهاج أنت اللي بادي أنت اللي طرت أنت في حلقة على طول سعد أنا معي واحد من عيال مطير كوبو وأنا معي سعود الجوزة تلبس عادي يشل هذا الحين يرجبنا الجولة
تكبيس يا اخوان تكبيس. ما يا كل الذيب الغنم ربعي له مني بزهم ربعي له مني بزهم. جولة ولا جولتين؟ جولة واحدة يا حبيبي. جولة واحدة مسموح كل شيء. يلا ما نكثر عليكم ما نوجعكم مرة واحدة. والله ما نبي نوجعكم. هات هات جهد كله بهاي. لبيه حق الجول هباك. في البدايات انت وياه لبيه اقول حق الجول هباك لبيت في منها.